فينا شوية ذروست زي المخلفات المادية من الزلزال يزرين جمجموعة عن الأقاليم ذي العاملات. بيعات المتتبعين النخ، تواجد النخ حاليا ذي مراكش، أكيد في وسط النخ تسد أوانع الهزة الأرضية لخلية الزلزال يزرى مجموعة من الأقاليم. بالنسبة ذنيتا هذا مدن نقل شوية ذروست زي المخلفات المادية من الزلزال أوليتا، و ذنيتا قبل هذا مدن نقل هذا مينيخ باللي الحصيلة آخر حصيلة إتوانشان يعني 10 انتشيرت 9 زي 9 2023 تغطوض 2012 يعني بالنسبة للوفيات 2059 بالنسبة للجرحى زيسن 1404 في حالة خطيرة يعني الحصيلة ثانيتا مرشحة إلى ارتفاع خاصة الوفيات وتنتمني شيء يعني ولكن أمننا ذيني حالات خطيرة قيمت كيخ أرنقارون حلقية ثانيتا ورجثخ ذي الحلقات زقموشان النغنية زي الأقاليم تشن أكثر تضررا لأنه باش تسنى مني ويسنن على رأس قائمة الأقاليم تشن المتضررة ذين إقليم الحوز أوانس تارودانت أوانس ورزازات عادي تس عمالة مراكش أتقاذو فينا شوية من المخلفات زيد زلزال ونيتا أمدو منخ فينا شوية من الخسائر المادية ذنيتا في مراكش ذين ذو من فيديو وات النغنية زق موشاني تشان أكثر تضررا أقوم اشتورنا وسلمونا سبا نتمنى يعني وتري بوش تكرر مش هزات غير عنيفة غير خلف خسائر بشرية مادية هذه يحفظها ربي إن شاء الله مش كي اختوارها ممكن حاجز يعني بشوي تقارب حد فيها لأن البناية توضرر ممش توارها يعني من يظن يوضع وربما تري البناية أيلة للسقوط في أي لحظة خزاف يعني الحالة من البناية ثانية يعني القوة لازة ثانية مش ورم يعني مشان جينس مش ودني تقارب حد لأنه البناية ثانية عقد يعني في حالة تسمعني غير خطيرة أيلة للسقوط مش ورم ليستيزا يعني خاصة في الزيت الثانية مش ورمة تشكل خطورة خيوذا مريوض غاز قارب وبالنسبة لتسجيل ونيتا فيديو يمزوارو انت جيتي حاليا تقريبا غيابعة ونص نص صباح نوسى ونيتا نخليني ننهاية ونيتا يجن نرحد يعني 10 زي 9 2023